تمارين على الفيوتشر كتاب النشاط صفحة 153. حتى أحل لازم أني أحفظ هذا الجدول على المستقبل، لأن هذا الجدول هو ملخص للخمس حالات. إذا شفت I hope و I think أستخدم will زايدا فعل مجرد. إذا شفت study, learn, wait, sit أستخدم قاعدة ال will be. إذا شفت بالجملة meet, leave, have, drive أستخدم قاعدة المضارع المستمر اللي هو فاعل he, she, it فعل أخلي له ing. إذا كان بالجملة الفاعل غير عاقل راح أستخدم شنو؟ المضارع البسيط، وإحنا شرحناهن كلهن واحد. حتى تحفظين لازم تحفظين هذا الجدول حتى تسهلين عليك كل هذا الهوسة. نجي هنا ايش وقت استخدم going to؟ اذا شفتي ماكو هذني، ماكو هاي الافعال وماكو اي، راح استخدم شنو؟ going to. واصلا احنا قلنا going to نستخدم ايش وقت؟ اذا عندك تخطيط مسبق لقيام بشيء ما. نجي على التمرين. someday احمد take a computer class so he can get a better job. إذا أجي حسب هاي قاعدة إحنا قلنا هو شي يريد بالسؤال، يقول put the verb in brackets in the correct future form، ضع الفعل اللي بين القوسين في صيغة المستقبل المناسبة. use the present simple، يستخدمي لي أما مضارع بسيط أو present continuous مضارع مستمر أو going to. يعني أنت من هاي الخمسة منطينج going to، يقولك أما استخدمي لي going to أو بالمستقبل أو بال present continuous أو present simple، معناه أنت هاي الول والول بي نهائيا ما راح تحلين بها، لأن هو أصلا ما يريد منك هاي الاثنين. إذا أنت خلصتي من قاعدتين، بقالك هاي الثلاثة. هسه حسب هاي الثلاثة، إذا شفتي هاي الأفعال استخدم هاي، إذا شفت ذني استخدم هاي، إذا شفت ماكو لا هاي ولا هاي راح استخدم الـ going to. نيجي هنا أنا. أحمد يريد يروح على دورة كمبيوتر، ليش؟ لأنه can get a better job، حتى يحصل على وظيفة جيدة. إذا هذا مخطط مسبقا قبل الوظيفة شو يسوي؟ يروح ياخذ دورة كمبيوتر. فإحنا قلنا إذا حكينا عن حدث يدل على تخطيط مسبق لقيام بشيء ما راح استخدم going to. ال going to القاعدة مالتها الفاعل إذا كان مفرد أقول is، بعدين going to will take ينزل نفسه، لأن ورا to لازم فعل مجرد. أجي القاعدة الثانية my new class start tomorrow، أباوع الفاعل، فاعل شنو؟ غير عاقل. ما دام فاعل غير عاقل القاعدة بشو تقول بالجدول؟ شو وقت استخدم المضارع البسيط present simple؟ إذا كان الفاعل غير عاقل. قاعدة المضارع شنو؟ إذا كان الفاعل مفرد أخلي للفعل is، ما دام هذا مفرد أقول starts. قاعدة ثانية هي tell Dana she passed the exam، هو ناوي يقول لدانا بأنها نجحت بالامتحان. إذا هاي مقررة وناوية، وما دام هذا تيل ماكو من ضمن الأفعال اللي قلنا بالجدول، إذا راح أحل قاعدة الـ going to اللي هي تأخذ is، he is going to وراها فعل مجرد. أجي they leave at 10 o'clock، عندي هذا الليف أنا وين شايفته؟ أجي على الجدول، هي أنا ليف ما دام عندي ليف بالجملة لازم أستخدم المضارع المستمر اللي قاعدته فاعل am is are فعل ing. أجي على الليف هنا they، ما دام أكو ليف لازم أستخدم المضارع المستمر، فش راح أقول they are leaving at 10 o'clock، they are leaving at 10 o'clock. نجي هنا أنا عندي have أجي أباوع القاعدة have شو وقت أستخدمه؟ إذا كان have بالجملة لازم أني أستخدم المضارع المستمر، إذا أرجع أحل بالمضارع المستمر، راح أقول we، الوي تأخذ are وراها have حول إلى ing، we are having. أجي على the term، ما دام الفاعل عندي أول شيء تجين باعين على الفاعل غير عاقل مباشرة أستخدم مضارع بسيط والمضارع، أما الفعل ينزل نفسه أو أخليه له إس. شو وقت أخليه له إس؟ إذا كان مفرد، ما دام مفرد أقول begins، إذا كان جمع أقول begin بدون أي إضافة.
إذا أول شيء من أحل، ما دام الغير عاقل سهل، إذا شفت الفاعل غير عاقل قبل حليه بالمضارع.